the second most common important chapter in general pathology, Pakistan and inflammation. It is very important chapter, عبارة عن صور. الانفلاميشن بالعربي يسمى الالتهاب. أول ناس يتكلموا عن الالتهاب مين؟ في عندنا في مصر أي حد يلبسلك في الفراعنة رحمة الله عليه. يقول لك مين اللي مسك الموبايل الفراعنة؟ إيه الهجس؟ أول شعوب العالم، وأنا برأيي من أكثر شعوب العالم حضارة بعد الفراعنة رحمة الله عليه. هما الإغريق. لأن الإغريق كانوا بيألهوا الحقيقة والأمل. بيألهوا الحقيقة والأمل. يعني إيه ألهوا؟ يقدسوا. يقدسوا. يقدسوا التأليه والتمثيل. لأن في ممكن تبقى حقيقة قدامك وأنت مش شايفاها. فبيمثلوها التأليه والتمثيل وليس العبادة ولا التقديس ولا أي بتنجمل دول. الإغريق رحمة الله عليهم عمرهم ما عبدوا أصنام. ما عبدش أصنام غير العرب. أنا ما بهرجش بتكلم جد. حضاركوا التأليه يعني التمثيل. لأن حضاركوا التأليه يعني التمثيل. الحقيقة أو الأمل حاجة غير ملموسة. فيخلوها لك ملموسة. يبينها لك، يشرحها لك. مش احنا بنديكوا مرض، نقول لكم فور إكزامبل كذا وكذا، أديك مثال. فهي التمثيل وليست العبادة. فحضاراتكم بسيطة، أديكوا أفهمكم الكلام. أمل أي راجل في الدنيا يبين. مليونير. أمل. أقوى واحد. فعمل الإله المثال هرقل. هو بوصفات القوة. أمل أي ست في الدنيا تبقى إيه؟ أجمل واحد. فعمل إله فينوس. فينوس. أمل أي بني آدم في الدنيا راجل أو ست يبقى إيه؟ يبقى إنس مخلد. فعمل الإله أكيس. تعرف أكيس؟ اللي تقول الأسطورة إن أمه راحت لزيوس كبير الآلهة عشان ما يموتش، فراحت مسكها لها بنسيف نهر الخلد، فغمسته غمرته حطيته يعني ما عدا عرقوبه، عشان كده يسمي هذا التندو التندو أكيلس. فحضراتكم طول الأسطورة هل أكيلس عاش وخلد؟ لا، لأن حضراتكم الأعداء ضربوه في تندو أكيلس فموتوه، لأن مفيش حد مخلد. حد فاهم حاجة؟ ومن الحقيقة الالتهاب. بس الع ولا الالتهاب. لان الاغريق كانوا بيؤمنوا ان كل الاذيه، على الاغريق عندهم ميكروسكوبات يشوفوا بكتيريا وفيروس والكلام ده، كانوا بيقولوا ان الاذيه الانجوريس ايجنت، الحاجه اللي تاذي البني ادمين، هو المس من النار الشريره اللهب. ان هم كانوا بيقولوا حاجات ثلاثه، التراب والنار والهواء والماء. عارفين اللي انا بقوله ده؟ فحضراتكم انتوا الالتهاب هو لا واحد صباعه بقى احمر وسخن وبيوجعه ووارم ومش عارف يحركه، وهو ما يعرفش ان في بكتيريا دخلت وعملت كذا وكذا وكذا، فحب يقلل الانفلاميشن. يعني ايه يقلله؟ يعبده يمثله. ولحد النهارده دي صوره موجوده في احد المعابد تمبل، معابد المكان العلم في روما. وتقولوا ان انا بعمل قصه احد اماكن العلم في روما تمبل. دي صوره موجود. الصوره دي اسمها تمبل اوف انفلاميشن، معبد الالتهاب. وعشان كده سمي الالتهاب التهاب، لان كلمه انفليم جايه من كلمه فليم يعني لهب، لان هي بص من نار شريره هم ما يعرفوش، لان هم شافوا واحد صباعه هيبقى احمر، فعملوا الاله اللي وشه احمر ده، وباللغه اللاتينيه الروبر. روبر مينز ريدنس. شايفين الاله اللي جنبه ده اللي النار مولعه في حته معينه سخن، ده سموه كيلر، اللي جت منها كلمه كالوري يعني معناها هوتنس. شايفين الاله الكبير اقرع وكرش ده هيبقى منفوخ، صباعه مش هيبقى منفوخ، فده اسمه تومر باللاتيني اللي جت منها كلمه تيوم. حضراتكم شايفين الاله ده؟ ده مش بيضحك، ده بيصور. فالاله ده اسمه دولر ومينز بين. شو صباع المدوحس ده بيوجعه؟ شايفين الاله ده اللي ايديه اتقطعت والمعبد انهار فوق دماغه؟ ديسفكتيشن اي مينز لوس اوف فانكشن. فراحوا هم عاملين
علامات الالتهاب. الالتهاب انت حقيقة ولكن مش فاهمها. فلغيت من قبل التاريخ هم اللي عملوا. وسمي الالتهاب التهاب. So, inflammation is a disease. No. Inflammation is a response, reaction. لان ايه الانفلاميشن؟ على فكره كل تشابتر بالنسبه لي عباره عن صوره، لان من هذه الصوره لو انت فهمت هتبدا تطلع كل حاجه عن هذا التشابتر. الانفلاميشن از نوت ا ديزيز، ولكن الانفلاميشن ده موضوع باثولوجي، لازم نمشي على الهايبوثيسيس باثولوجي دي. اول هايبوثيسيس بنتكلم عن الانفلاميشن ديفينيشن. ديفينيشن. الديفينيشن اوف الانفلاميشن. الانفلاميشن از ان اكشن اور ريسبونس رياكشن. يعني كان ينفع يحصل كل الحاجات دي من غير ما يتأذي الأنسجة؟ الـ inflammation it's a response of living vascularized. بالضبط. لازم النسيج اللي يتأذي يبقى عايش ويكون دم، وإلا مش هيحصل فيه inflammation. يعني عمرك شفتوا حد دفناه وبعد ما دفناه قعد يصور الحقوا ليه البكتيريا عمالة تبهدلني؟ لا مش بالحق. اللي من حقه ان هو يرياكت العايش. فاهمين حاجه؟ اللي مش من حقه يرياكت الميت. فما حد ياخد كميه كبيره ويشخوا العيال ومحدش بيرياكت انتوا ميتين. الانفلاميشن اتس رياكشن اوف ليفينج فاسكولارايز تيشو تو انجري. عندما يعرض الاذيه ما ينفعش يحصل انفلاميشن من غير سيل انجري. انتوا حاجه؟ عارفين ليه احنا اول شرحنا سيل انجري؟ شرحنا الفوز بسيل انجري؟ عشان رد فعل الأنسجة هيبقى inflammation. So حضراتكم الانفلاميشن يعني أنا أصبعي ما بقى سخن ووارم وأحمر وبيوجعني، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ وحشة. لا حلوة. حلوة. ها أسألكم على بعض. حلوة عشان أعرف. أنت شايفاها حلوة. بلي شايفاها وحشة. وأنت شايفاها وحشة. يعني أنت صبعك بيوجعني حاجة حلوة؟ لا عشان أعرف إن. شايفاها إن هي حاجة حلوة؟ اما انت عشان تعرفي دي حاجه حلوه اكيد. مفيش حاجه في الدنيا دي على فكره نقع وقديم يعني بقيت دي عايش حضرتك. مفيش حاجه في الدنيا دي اسمها حلوه وحشه. لو لقيت حد يقولك دي حاجه حلوه اعرف ان هو شبيه متعلم. لو قالك دي حاجه وحشه ده شبيه متعلم. اللي هتلاقيه بيقولك الديبانس اعرف ان ده صح. مفيش حاجه في الدنيا اسمها حلوه وحشه. والدليل هديكم مثال بسيط قوي. انا لازم اكلمكم باللغه دي في الاول عشان تفهموا. حضرتك كليه الطب حلوه ولا وحشه؟ ديبنز بقت على حسب. ها؟ على حسب الجامعه. لو بصينا لواحد ما دخلش عندكم كليه الطب زملاء كليه الطب اموت واخش. طيب واللي دخل مفيش حاجة في الدنيا مفيش حاجة في الدنيا اسمها حلوة ووحشة. أي حاجة لها وجهين. حضراتكم الانفلاميشن it represents a protective mechanism. It represents a protective response. حلو. لأن ليه حلو؟ لأنه protective. يعني ايه protective؟ حامي. أساسا معمول هو الهدف ايه في الانفلاميشن؟ يعني ليه حمرا وسخنة وورا؟ اللي بيجي دم كتير محمل بجنود ليكوسايت كتير عشان يهاجم الحاجه اللي قتلت. فهدفه الاساسي is to eliminate the initial cause of injury. القاتل تشيله تقتله عشان ما تبوظش بقيه الخلايا. لو قدر فشلنا وكان في خلايا فعلا مات يبقى الهدف تشيل الجثث عشان تنشيت البروسيس اوف ريبير عشان يبدا يحصل تصليح. يعني الانفلاميشن لحد دلوقتي حلو ولا وحش؟ حلوه. حلو. لأنه بروتكتف بيحمينا لما الشيل القاتل الانيشال كوز تبادر كان قتل بعد ما الشيل قتله ابدا اشيل الجوسس عشان انيشيت البروسيس اوف ريبير. صعبه ولكن مفيش حاجه في الدنيا حلوه لان الانفلاميشن ممكن يبقى له ادفيرس افكت. دي مثال عشان افهم حضراتكم الاكيوت ابنسايتس. تعرف ايه ابنسايتس؟ ازاي؟ واحد يقع في الارض ويصوت ويقول اه يا بابا قدامه 24 ساعة لو ما شلتلوش الزايدة هتنفجر ويموت. حضراتكم مين اللي بيعمل ديس ديسيبلين بين الألم الشديد جدا؟ البكتيريا؟ نو فلاميش. مين حضراتكم اللي بيعمل استيزمو ثرومبوزس يعني بيجي دم كتير فيتجلط ويقفل الدم عن الأبندكس ويخليها تنفجر؟ الانفلاميشن. حضراتكم سو الانفلاميشن بروتكتيف
ولا له سايد افكتس خوف ريجن. هو ممكن بروتكت، لكن في نفس ذات الوقت مي هاف ادفيرس افكت زي ديستابلين بي او ديستابلينج الخلسه ما تقدرش تتحرك، زي الثرومبوزس، زي حضراتكم رابتشر اوف ريفيسكس ده يتخرب، زي ده ما بتخربش البكتيريا، اللي بيخرب البكتيريا الانفلاميشن اللي الجسم بيعمله. واتفقوا سنه 1910 على اضافه السافكس اي اس للجريك او اللاتين وورد بلينيم اتس انفلاميشن. قالوا يا جدعان اي اورجان في جسمنا بس مش بالانجليزي، في الجريك او اللاتين لو حطينا له سافكس، تعرف عليك من سافكس؟ مقطع ياتي في اخر الكلمه فيغير معناها. فما هو البريفكس؟ مقطع ياتي او الكلمه بغيرها. لو قلنا ايتس على اي حاجه بالجريك او لاتن مش بالانجليزي يبقى دي معناها انفلاميشن في الحاجه دي. نديكم مثال، لو جيت قلت كرسي يبقى الانفلاميشن بتاع الكرسي التهاب الكرسي اسمه كورسيايتس. صعبه؟ ونقعد بقى نقلب مع بعض شويه عشان الام سي كيو امتحان كونس كيو. لو جيت قلت واحد عاوز يعمل عنده التهاب في الليوز، عارف الليوز؟ تونسل، يبقى عنده سويس. دي مش انجليزي، ده انجليزي ولاتيني وغريك عادي خالص. طيب لو جيت قلت الواحد عنده التهاب في المعده، المعده ستومك في الانجليزي، اقول عنده ستومك، اقول عنده ستومكايتس جاسترايتس. طب واحد عنده التهاب في الكبد هيباريتس، لا هيباتايتس، صح؟ وكل حاجه ضيف لها ايتس يطلع كلامك صح، مفيش مشكله. مش لسه واخدين اوستيومالايتس التهاب العظم ونخاع العظم؟ الا تو اورجان، التهاب الرئه سكول نيمونيا وليس نيمونايتس، التهاب الغشاء البلوري سكول بلوريزي وليس بلوريتس. حد يعرف ليه؟ نيمونيا يعني ذات الرئه، كلوريزي ذات الغشاء البلوري. يعني كانوا زمان بيفكروا الامراض الالتهابيه ما بتجيش الا في الرئه وفي البلور، لان اشهر مرض بيصيب البلدين التهابي انفلونزا. انفلونزا بتحصل في كل حته في العالم، ما فيش بني ادم ما جالوش انفلونزا الا حته واحده في العالم ما بيجيش فيها انفلونزا، عارفينها؟ القطب الجنوبي، القطب الجنوبي ما فيهوش حالات انفلونزا. حد يعرف ليه؟ عشان ما فيهوش بني ادمين. فكانوا بيفكروا زمان الالتهاب ما بيجيش الا في الرئه، فسموا التهاب الرئه ذات الرئه، والتهاب البلورا ذات الغشاء البلوري. اما جم سنه 1910 وحبوا ان هم يعملوا القاعده دي، قال لك اعمل لها اكسبشن. الاكسبشنين الوحيدين هم التهاب اللنج از نوت كولد نيمونايتس، وانما كولد نيمونيا. التهاب الغشاء البلوري سكول بلوريزي وليس ثورز. بعد الديفينيشن كلاسيفيكيشن تقدر تجيب طبعا من الحاضر اللي يطلع باللون الاحمر اللي يطلع باللون الاخضر. في هنقسم الانفلاميشن لنوعين كبار، حاجه اسمها اكيوت وحاجه اسمها كرونيك. اسمه اكيوت وليس اسيوط. اكيوت يعني ايه اكيوت؟ عايزين نطلع من مرحله بقى الترجمه العربي، ساعدون ماشي. اكيوت يعني ايه؟ خطير؟ لا اكيوت يعني حار. كرونيك يعني مزمن. ولا سيفير ولا ليلة يعني مزمن. مزمن مش عارف اطلع ولا ايه. اكيوت يعني حار، كرونيك يعني مزمن. وهنفرق ما بينهم باربع نقط. اول نقطه العنصر، تعرف العنصر؟ الانصت هو زمن بدء الحدث. اديني مثال عشان افهم. الانفلونزا از اكيوت انفلاميشن، التي بي از كرونيك انفلاميشن، اتفقنا؟ حضراتكم قولوا بتصادم انا كنت في امان الله وذين نو تايم بدات احس ان انا بترعش وسخن وتعبان جدا. التحول من الحاله النورمال لحاله المرض الوقت قد ايه؟ ذيس از ذا انصت. اما في التي بي اصاب بالبكتيريا واقعد بيها فتره طويله ومفيش اعراض او اعراض خفيفه خالص وبعدين اخش في الاعراض الشديده، يبقى خدت وقت قد ايه للتحول من النورمال ستيت للديزيز ستيت؟ وقت طويل. الانست هي زمن بدء الحدث. الانست ان اكيوت انفلاميشن زي ما اديتكم مثال انفلونزا وتي بي، الانست ان اكيوت انفلاميشن از رابد. وات؟ رابد. از رابد مينتس تو اور، عقبال ما بتحول من نورمال الى ديزيز ستيت. اما الكرونيك
at least days, أيام, ممكن up to years. كان على كده. At duration, الالتهاب الحاد. مدته بقى. ظهر بعد قد ايه؟ This is the onset. يقعد قد ايه؟ الأكيوت الحاد. الديوريشن بتاعته شورت. يعني شورت؟ days to weeks. وما يعديش 3 أسابيع. بس مش مكتوب عنده. لأن حضرتك يعني يخلص في شورت في days or week. يخلص مش معناه عليه يعيش. يخف. لا يخف لا يموت. يبقى خلص برد. الديوريشن هي مدة المرض نفسه. الأنصت المدة الزمنية اللي يبدأ بعديها المرض. تعمل حاجة؟ أما في الكرونيك وحضراتكم الديوريشن بتاعته تبقى برولونج لونجر مانتس تو يير. التشو انجري مين اللي بيبقى دايما التشو انجري لانه وقته قصير بيبقى مايند وسيلف ليميتد اكيوت يعني مش محتاج اعمل ريبير باي فايبروس. الاكيوت ليه الاكيوت يبقى مايند سيلف ليميتد وقت قصير يعني الديوريشن بتاعته قصير. لكن مين حضراتكم التشو دامج فيه يبقى سيفير وبروجريسيف يقعد فتره طويله ويكسر خلايا اكتر بكتير. الكرونيك وقته طويل الديوريشن بتاعه طويل. مين اللوكال سيستميك ساين اند سيمتوم بتاعته يعني اعراض الالتهاب؟ عارفين اعراض الالتهاب؟ تعرفوا الساين ساين العلامه. فاكرين المعبد بتاع روم؟ مين اللي لاقي فيه الحته حمراء وسخنه وبتوجع اكتر؟ الاكيوت ولا الكرونيك؟ والاجابه الاكيوت. لان في الاكيوت شورت ديوريشن الكيميكال ديتر بتقعد فتره في هذه الفتره مين فالمين في سيستميك سيمتوم اعراض الالتهابيه واضحه الحاد ولا المزمن؟ والاجابه الحاد. اما المزمن بتبقى ليست بروبلم بتبقى سطل. عارف ايه سطل؟ دي بتفضلش سطل يعني ممكن ما حدش ياخد باله منها. لان في حاجه المتمين بيسموها سب اكيوت. بيسموها ايه؟ يعني سب اكيوت ما بين البنين دي جريدز ما بين الاكيوت والكرونيك. ده كاتيجوري. لأن النهاردة موضوعنا الأساسي وهختم الأكيوت انفلاميشن أول شرط كله قال اللي قدامك ده هو الراجل حصل له التهاب في الأذن الخارجية بيسموها أوتايتس إكسترنال يعني أوتايتس التهاب أوتم يعني إكسترنال خارجية أوتايتس انفلاميشن. فبالتالي بيبدأ يحصل تغيرات على مستوى الفيسل وتغيرات على مستوى الخلايا في وين يعني كده الانفلاميشن لوكال ولا سيستميك ريسبونس الاثنين انا بشرح الاول اللوكال انفلاماتوري ريسبونس اللي بيحصل في الحته اللي اتاذت. لكن هل الجسم هيقعد يتفرج على الحته اللي اتاذت؟ لا مستحيل. كان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الله مروا بقى كان بيقول مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم في الجسد الواحد اللي اشتكت منه عضو وتداعب له سائر الاعضاء. ودي هي سيستميك افكت اللي هناخدها بعدين اوف عمره ما يسيب لازم يقعدوا يساعدوه يحشدوا الجيوش ليوكوسايتوزيس يسخنوا عشان يزودوا التفاعلات الكيميائيه فيه السهر بقى. اللوكال موضوعنا الاساسي النهارده مش هاخدها ولكن هفهمها. اللوكال انفلاماتوري ريسبونس هناخدها لكن قبليها بعد الديفينيشن نتكلم عن الانفلاميشن ايتيولوجي. الايتيولوجي بتاعت الانفلاميشن كاتيجري ايه ولا كاتيجري بي؟ ايه وخدناها قبل كده. حضرتك الانفلاميشن ان اكشن اور رياكشن؟ رياكشن. رياكشن لمين؟ تيشو انجري. طب مين اللي ينزل خلايا؟ بكتيريا. تيشوز هي اللي يعمل الانفلاميشن مش انا خدنا الجزء بتاع انجري؟ فهنقول نفس الكلام. الكوز اوف سيل انجري الايتيولوجي الانجوريوس ايجنت اشهر حاجه تعمل انفلاميشن الانفكشنز. عارف الانفكشنز؟ العدوى. حد يعرف الانفكشنز ايجنت اللي انا قلتها قبل كده؟ زي فيروس زي بكتيريا زي فانجار. يعني فانجار زي بارازايت. يعني بارازايت وعندما تذكر مصر ايه اشهر بارازيت والارزيت الانفكشس ايجنت زي البكتيريا والفيروس والبارازايت والفنجاي كل دي the most common and most important medical causes of infection. مين اللي هنركز عليه؟ لان دي اكتر حاجه تعمل انفلاميشن دي اشهر حاجه. ولكن
مش هي البس، يعني مش معناها ان الانفلاميشن تساوي انفكشن، فاهمين حاجه؟ الانفكشن يبريزنت باي انفلاميشن، لكن الانفلاميشن ممكن تعمله حاجه غير الانفكشن، اتفقنا؟ لان تاني حاجه تعمل الانفلاميشن تروما، عارف تروما؟ يعني تروما خط، لو واحد فينا ضاربينه على قفاه، ضاربينه على وشه، تعتقد ان خده قفاه احمر ولا ازرق؟ احمر. اكيد ده عارفين تجاوبوا كده بكل ثقه. انا عاوز ما تفكرش بالنسبه لكم يبقى كده، ما تفكرش تفهموه هيبقى احمر وسخن وبيوجع وما يعرفش يضرب عليه تاني عشان هيوجعه، لان وظيفه القفا يضرب عليه. اوكي، يبقى حضراتكم نمبر 1 التروما، الكيميكال، الفيزيكال، كل ده يعني زي الثير، خد الكلام ده كوز زي الثيرمال انجري، سيفير كولد بيسموها فروست بايت، عارفين فروست بايت؟ موقف الجليد يعني ديت البلاد سبلاي، زي حضراتكم اي حاجه توكسين راديشن، دي كلها تروما وفيزيكال وكيميكال. فده ممكن يحصل انفلاميشن بسبب كل دول عن طريق تيشو نيكروس، عن طريق لان اي دول هيبقى هدو خلايا، فدي اهم ميكانيزم في الانفلاميشن. لان حضراتكم انتوا عارفين التيشو نيكروس عندما تقتل خلايا، ملخص الجنرال باثولوجي، اسمح لكم تغلطوا لحد المره الثانيه، بعد المره الثانيه لانه هيغلط مش همسك ازاي. عندما تقتل خلايا تكبر ولا تصغر؟ عندما تقطع خلية تكبر ولا تصغر؟ عندما تقطع خلية تبقى سيدك ولا الكاي؟ حلو، شفت تكبر؟ تكبر تفرع، هيطلع منها ايه؟ كيميكال ميديت، هيشتغل على النكروتيك تيشو ولا السراوندنج ليميت؟ يعمل ايه في السراوندنج ليميت؟ حضرتك ده الميكانيزم في الانفلاميشن ميل، لان حضرتك لازم تطلع مواد كيميائيه احنا هنسميها بعد شويه كيميكال ميديتور، اللي هتعمل التغيرات في الليمنج سراوند، مش هتعملها في النكروت. مش من حقه ان هو يستفيد، فاهمين حاجه؟ من الكوزز اوف سيل انجري كمان الفورن بودز، الاجسام الغريبه، فورن يعني غريب، بودز الاجسام الغريبه. الفورن بودز زي السبلنتر، تعرف السبلنتر؟ الشوك، واحد دخلت في رجله شوك، زي الديرت، اي شويه جرح بطح وشويه تراب داخل فيه، زي السوشر، الغرز، زي الكريستال ديبوزيت، الحمض البولي، يوريك اسيد، كل دي فورن بود. يعني ايه فورن بود؟ يعني كان فضائي غريب دخل جوه، فورن عن مناعه، بس ساعتها مناعه هتبدا تتخيل ان دي حاجه غريب عنه، فتعمل لها ايه؟ تهاجمها وتظهر عليها اعراض الالتهاب. حضراتكم ركزوا معايا، قراءه من بين السطور، لو واحد كان عندي الكوز اوف انفلاميشن بفورن بود تعتقد بالمخ، ده يعمل اكيوت ولا كرونيك انفلاميشن؟ اكيوت. اكيوت ولا لا كرونيك؟ يعني معناها ان هتيجي الانفلاماتور سيل تهاجم حته الازازه في حته الشوك، هتيجي الماكروفيج تعرف تخلص منها، كل الماكروفيج تاكل الازازه، فالانفلاميشن هيقعد فتره طويله ولا فتره قصيره؟ طويله. لو سبب الانفلاميشن فور البودي فور اكزامبل لازم يبقى كراه، لازم يبقى كراه، مفهوم؟ لان اخر كوز اوف سيل انجري اللي زينا اقرب الناس لينا، مستعد الكلام ده؟ اللي زينا اقرب الناس لينا بنسميها الميون رياكشن، يعني مين اللي بيهاجمنا؟ نفسنا. مين نفسنا دي؟ المناعه، بس ساعتها نسميها هايبر سيستيم ايميونولوجيكال رياكشن، لا اما تبقى موجهه ضد السيلف انتجن، يعني سيلف انتجن الكريان العاديه، فدي يسموها اوتو اميون ديزيز، يسموها ايه؟ ذاتية المناعة، لأن مناعتنا بتهاجم نفس الخلايا من غير أي تغيير. لا إما اللي بتغير مناعة التشوز بتاعتها يسموها بوست انفكشن، مثلا الدبة اللي قدرت صاحبها لو أنتم فاكرين. حضراتكم قراءة من بين السطور. يبقى الوقت الإيميولوجيكال رياكشن اللي هي الأوتو إيميون أو بوست انفكشن. حضراتكم تعمل أكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. يعني مش هنعرف تتخلص من جسمنا حضرتك. فبالتالي يفضل لفترات طويلة. عندنا روماتويد أرثرايتس، كان روماتويد أرثرايتس فين؟ روماتويد ديزيز. في أي نوع من الأعراض؟ سعيد أوي ليه كده؟ والله رغم الفرق. عارفين أنا ببقى سعيد لما حد بيبتسم؟ رغم إن أنا ما ببتسمش بعد، بس ببقى سعيد مش حد يبتسم، عارفين ليه؟ وبالذات الابتسام في آخر المحاضرة مش بأولها. بأولها قلة أدب. لكن في آخر المحاضرة اللي بيبتسم ده معناها فين؟ أنا بيحس لي إحساس كده، ممكن يكون ما فهمش.
ويعني عارفه ان كتر الهم يخليه يعني تركه. لحد دلوقتي الكوزس اوف انفلاماتوري ريسبونس اوف انفلاميشن كاتيجوري ايه لازم تحفظوها وهي سهله خالص. الانفكشنز اهم حاجه يليها تروما فيزيكال او كيميكال يليها ريشن الكروزس لاي سبب من اللي فات يليها فورم بورم فورم بودي دي تعمل بالمخ كده اكيوت الاكراين يليها ايميولوجيكال رياكشن بالمخ كده تعمل ايه كمان الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس الانفلاميشن اكشن ولا رياكشن رياكشن لوكال ولا سيستميك اثنين اوف هنبدا الاول بيه لوكال يعني لوكال في الحته اللي داخل مفهوم الانفلاميشن لوكال وسيستميك اللوك الحته اللي داخل مش دي ليفنج ماسكولارايز خلايا عايشه عرفت ان اخواتها اللي جنبيها اتقتلوا في قاتل وهيجيلهم ويموتهم نورمالي محتاجه تعمل تغيرات في ايه نمبر 1 في الفيسلز بتاعتها يعني حاجه دي بيسموها الفاسكولار تشينجز يحصل تغيرات في الفيسلز في الحته السليمه اللي جنب الحته المقتوله مفهوم تعمل تغيرات في السيلز السيلز بتاعتها الليبوسايت اللي جايه مع الدم مش محتاجه تزود الدم وتجيب معاه الليبوسايت تبقى دم بيضاء وتبدا يحصل تغيرات عشان الليبوسايت تطلع من جوه الفيسل وتهاجم العدو تحت ده باختصار الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس انفولف فاسكولار فاسكولار يعني نوت فيها تغيرات في الحته المقتوله ولا السليمه السليم حتى المقتوله مش معاها من حاجه حضراتكم سيلر سيلر فين الليكوسايت اللي طلعها من الدم ووصلها للعدو مفهوم اللي انا قلته وده كله هل الفيسلز هل الليكوسايت لها عين عشان تشوف القاتل فتعرف ان هي محتاجه تطلع ومحتاجه تحمل الكلام ده كله امال مين اللي بيخليها تعمل كده كيميكال مديين لان كل دي رياكشن كيميكال فسمينا المواد اللي بتطلع من الخلايا وقت موت الخلايا كيميكال مديين لانها بتديه اول اسبيكتس اوف الانفكشن هناخد النهارده اساميهم بس الفاسكولار تشينج من غير ما اقول السديري يعني فاسكولار تشينج تغيرات بتحصل في الفيسلز بتاعه الخلايا النورمال تيشوز سراوندينج ذيس اريا اوف الانفكشن ادي ده هرجع الفيديو مره ثانيه انا اسف عشان تفهموه ادي حضراتكم واحد في دبوس شكل دخل البكتيريا جوه صح دي ماتت خلاص شايفين الدبوس ده والبكتيريا في الحته دي دي ماتت فبالتالي دي الحته اللي صغيره شوفوا التغيرات حصلت بس ايه ده اول حاجه حصلت ايه ها فاسو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 
ايه ستوب هنا عشان اقول اول فاسكولار تشينج بيبقى تشينج ان فاسكولار كاليبر اند فلو. يعني ايه كاليبر؟ دم. انت شفتوه دلوقتي في الفيديو اول تشينج حصل بالترتيب از فاسكولار ديستركشن ولا ترانزيانت؟ دلوقتي في عدو هجم على حته وبدا يموت الناس. المخ يقول امنع العساكر مش الدم هو اللي شال عساكر، اقفل العساكر اللي يروح في الحته دي ولا بالمخ لازم يروح كتير على طول؟ لازم المخ ايه يروح. انت شفتي حصل ايه؟ فازل بريستريكشن. ايه رايك انت؟ اه هلا اخطر الرب اما عمل ترانزيت فازل بريستريكشن وما انت تقول المخ ليه؟ اه الفرق بقى حضراتكم الخالق واحد والقانون واحد، ولو مشينا بالقانون ده هو مش هنغلط ويحصل مصايب. حضراتكم زي دلوقتي يجوا عالم ارهابيين يحطوا قنبله صغنطوطه كده في حته بس العافية عرفوا يجيبوه صح؟ فتموت عسكري اتنين فيحصل القوات ايه؟ يقولوا اسود عسكري اتنين ماتوا؟ ده ممكن ابدا. ويروحوا جايبين لنا 10,000 عسكري عشان يدوروا المنطقه ويعملوها. يقول لي الارهابيين الصياح حطوا لهم حضراتكم قنابل انيل ب 60 نيل على الطريق اللي هيجوا منه اللي عارفين ان هم هيجوا منه وروح فشخلهم كلهم. نفس الفكره. الترانزيت فازل كونستراكشن از بروتكتد. لان حضرتك لازم تقيم الوضع. بعد ما بنقيم الوضع
هنعرف ان احنا نقدر نخش من غير ما يحصل مشاكل. فهمتوا حاجه؟ لان ممكن يكون الانجورس ايجنت دي سكينه سكينه، لو حضرتك عملت بازو دايليتيشن على طول هتفقد الدم والناس هتموت. فاهمين اللي انا بقصده؟ اول تشينجز اللي هنعمل مجموعتين الفاسكولار مكانيك تشينجز الكاليبر اند فلو، اول تشينجز الكاليبر استرانزيان عقبه ايه بعد كده؟ ما غيرته مفيش مشكله بازو دايليتيشن. البازو دايليتيشن ميلي بيبقى اندر افكت اوف هيستامين، اسمها بازو اكتيفيتي هيستامين. الهيستامين ده هيعمل بازو دايليتيشن. البازو دايليتيشن هيفكت مين؟ الفيسلز في اي تيشو عباره عن ارتريول بيجيب الدم، كابيلاري بيتحوش فيه الدم، بليول بيخرج الدم. البازو دايليتيشن الهيستامين هيتصب على مين؟ الارتريول والكابيلاري والبليول. فالثلاثة يحصل لهم بازو دايليتيشن، ولكن هل تو سيم اكستنت؟ الارتريول تعرف الارتريول؟ المسل وول فيها تخين، فلو جه عليها هيستامين هتوسع قوي. البليول يعتبر ما فيهاش مسل وول خالص. يبقى الدم بيجي كتير ما بيخرجش كتير، يبقى الدم هيتحوش في الكابيلاريز فهيزيد البلاد فلو. This is hyperemia. This what? هايبر يعني كتير، ويم يعني دم. ولما الدم يزيد جوه الكابيلاريز ضغط الدم جوه الكابيلاريز هيزيد ولا ايه؟ يزيد. فيزيد الانترا كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، فيبدا يرشح ميه، يطلع ميه. الميه دي مهمه جدا هناخدها بعد شويه. وفي دم كتير في الانسجه، فعشان كده الحته دي تبقى حمراء ولا زرقاء؟ حمراء. ريدنس وهوتنس وورمث احمرار مع سخونيه وورم بالميه اللي طلعت بيسموها فلير. بيسموها ايه؟ فلير. انا ما اعرفهاش بالعربي اسمها ايه، ولكن اعرفها بالمصري اسمها ايه؟ زنهره. يبقى انت جاي كده من الحر ولا حاجه وامك تقول لك مالك يا دوشك مزنهر ليه؟ بالمصري بصراحه ما اعرفهاش بقيه الحاجات. ريدنس وهوتنس بيسموها لير فينومين. ايه كمان؟ بيصير بي تشينج ان كاليبر وفلو. مفهوم اللي انا بقوله؟ الباسكال تشينج مجموعتين، اول مجموعه اسمها تشينج ان كاليبر وفلو. بيحس الكاليبر حسب شغال بازو كونستريكشن اعقبه بازو دايليتيشن، فبالتالي حصل الهايبرين. مفهوم؟ تاني تغير تشينج ان باسكولار بيرميابيلتي. تعرف ايه بيرميابيلتي؟ النفاذيه. لان حضراتكم مش انا قلت لكم الهستامين عمل باز دايليتيشن اللي تشينج ان باسكولار بريميابيلتي. اول حاجه اللي قدامكم دي عباره عن الميتيريال سيلز، عباره عن كابيلاريز. حضراتكم الكابيلاريز بيبقى لها بيزمنت ممبرين، وادي اللي قدامكم دي اسمها الميتيريال سيلز. هيبدا يجي الهستامين يشتغل على الميتيريال سيلز، وتنقل الميتيريال سيلز دي. فبيعمل الميتيريال سيل كونتراكشن. يعني ايه؟ انا قلت الكابيلاري كونتراكشن؟ لا، اندوثيريال سيل كونتراكشن. كونتراكشن يعني شورت. دلوقتي لو في اندوثيريال سيلز اسرت والاندوثيريال سيلز جنبيها اسرت او من غير حتى ما تصر عشان تفهم، يبقى الانترا سيلر جاب، الانترا اندوثيريال جاب زادت ولا يعني معناها ترشح حقر ولا ترشحها؟ وده المطلوب. انا عاوز ازود البرميابيلتي عشان اطلع خلايا تحارب واطلع بروتينز واطلع اكسترا اكسترا. اول ميكانيزم بيزيد بيه البرميابيلتي از الاندوثيريال سيل كونتراكشن. يعني ايه الاندوثيريال سيل كونتراكشن؟ يعني الاندوثيريال سيلز دي كشت، فالمسافه ما بين دول الاندوثيريال سيلز حصل لهم ايه؟ زاد ولا قل؟ زاد. الخرم الازرق ده اللي طالع منه السهم وسع ولا ده؟ وسع. ده بيبقى عنده افكت ميلي بتاع الهستامين والبراديكالين. في حاجه ثانيه الاندوثيريال سيل انجري دامج، مش الانجوريس ايجنت ممكن يموت الاندوثيريال سيلز ديت؟ مش ممكن يقتل دي نورمال؟ مش ممكن يقتل الاندوثيريال سيلز؟ مش ممكن الليكوسايت اما هتيجي تخرج يموت الاندوثيريال سيلز؟ لو ماتت الاندوثيريال سيلز اللي كانت باللاين الكابيلاري يبقى البرميابيلتي يحصل لها ايه؟ تزيد. تزيد. نستخلص من ذلك ان الميكانيزم اوف انكريس برميابيلتي الاثنين بيبداوا بكلمه اندوثيريال. لا اما اندوثيريال سيل كونتراكشن ريستراكشن، لا اما اندوثيريال سيل دامج. والدامج لا اما بالانجوريس ايجنت بكتيريا نفسها، لا اما باي ليكوسايد ميديت. فاهمين اللي انا بقول؟ نتيجه الكلام ده يبقى البرميابيلتي هتزيد ولا تزيد؟ اما زادت البرميابيلتي هيبدا يطلع بروتينز. الغدد طلع الاول بس طلع بسبب زيادة الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. لكن لما زادت النفاذية هيبدأ يحصل بروتين ريتش فلو.
لان مين اشهر بروتين له موليكولار ويت عالي في الدم؟ الالبومين ولا الفايبرينوجين ولا الجبل الفايبرينوجين؟ الف منظمه. خدت بريزما بروتين يعني لو خدت باي كاس سمعتوا البومين؟ سمعتوا فايبرينوجين؟ لا بس مش يعني يبقى كده كل حاجه قالت من بعد كده كل حاجه قالت. اوكي حضراتكم فيرشح بروتين ريتش فلو ميه فيها بروتين عشان البرمجتها تخرجها يبقى بالتالي الاوزموتيك بريشر ما بين الخلايا زاد ولا زاد؟ زاد. يبدا يشرح مور ميه يبقى مع الوقت عمال يطلع ميه اكتر وما يطلعش فيطلع فلويد اكسيليت يطلع ميه عشان كده المسؤول عن ورم الحته المتاحه. ستوب هير ذيس از دي فاسكولار تشينز لان في النهايه هشرح بقى الفيشر افكت دي حته مهمه جدا. اوكي ثانك يو.